بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل موضوع تلوث المياه، والنهاردة هنتكلم على تلوث البحيرات lake pollutions. ما هي الأسباب وما هو تلوث البحيرات؟ أول حاجة عندنا عملية dilution less effective than streams، يبقى عملية عندنا التلوث الموجود عندنا بنقول انه بيكون التخفيف اقل فعليا من الفيضانات ومن التيارات نفسها. stratification lags and relatively little flow hinders، عملية الطبقات بتاعة البحيرات وعملية اللي هي التدفق القليل نسبيا يؤدوا الى التلوث عندنا. how pollutants enters lakes، ازاي الملوثات بتدخل البحيرات. عملية eutrophication cause and effect اللي هي التخسس او المغذيات، والاوليغوتروفيك اند اوتروفيك لاكس، البحيرات اللي هي بتكون مغذية والبحيرات قليلة التغذية او القليلة، وبعدين eutrophication culture، وبعدين preventing or removing eutrophication. يبقى ده الكلام على تلوث البحيرات. ازاي نقدر نمنع preventing pollution in coastal waste اللي هي الشواطئ الساحلية، ازاي نقدر نمنع التلوث في مياه الشواطئ الساحلية؟ اول حاجة reduce input toxic pollutant، بتقليل عندنا المدخلات السامة عندنا اللي هي تؤدي الى التلوث. separate sewage and storm line، ان احنا نعمل عملية فصل خطوط الصرف الصحي. ban dumping of wastes and sewage، ان احنا نحظر القاء النفايات والقاء الصرف الصحي في البحيرات. protect sensitive area from development as oil drilling، عملية حماية المناطق الحساسة من عمليات التطوير وكذلك عمليات حفر للحصول على النفط. regulate coastal development، عملية تنظيم التنمية للساحل. وبعدين recycle used oil، إعادة استخدام أو تدوير الزيت اللي هنستخدمه. وبعدين require double hulls for oil tankers، اللي هو إن احنا بنتطلب عمل بدن مزدوج لنقلات النفط اللي هي بتبقى في موجودة في أو هتمشي في البحيرات اللي موجودة عندنا. cleaning up pollutions in coastal waste، عملية تنظيف التلوث في الشواطئ الساحلية عندنا. عندنا بنقول أول حاجة عندنا improve oil spill clean up capabilities، عملية تحسين عملية سكب وقدرات التنظيف للسوائل اللي بتسكب. sprinkler أو سبرينكل نانو ماتيريالز أو نانو بارتكلز أوفر أن أويل سيويج سبيل، اللي هي استخدام بعض النانو ماتيريالز وتوزيعها على الأويلز أو السيويج اللي هو انسكب. وبنتطلب ريكوير أت ليست سكندري تريتمنت، عملية معالجة ثانوية للسيويج اللي هيترمي فيه الكوستل في الشواطئ، واستخدام اليوز ويت لاندز الاراضي الرطبه لعمليات تنظيف اللي هي الكوستال ووترز. زي ما شفنا البحيرات هنتكلم على المحيطات، وهنتكلم على ازاي نحمي مياه المحيطات من التلوث. يبقى البلوشنز worst near heavily populated coastal zones، بنلاقي ان التلوث بيزداد نتيجة المناطق اللي هي بتكون مزدحمة بالسكان. wetland calls rivers mangrove swamps large amount of untreated raw sewage، عندنا كميات الكبيرة من مياه الصرف الصحي الخام غير معالجة. leaking
سيبتك تانكس، التسريب من خزانات المجاري، الرنوف الجريان السطحي لأي سوائل ممكن تروح عندنا لمياه المحيطات، ديد زونز بعض المناطق الميتة أو المناطق اللي بيكون فيها ركود للمياه، إيربورن توكسين بعض السميات، والأويل سبيلز اللي هو بعض انسكاب أو انقلاب البترول أو انقلاب الزيت على سطح المحيط. إذا بصينا للأوشن بلوشنز، الأوشن بلوشنز بيبقى عندي بيتكون فيه حاجتين أساسيتين، في عندي مصادر محددة لتلوث مياه المحيطات ومصادر غير محددة، دي بنسميها البوينت سورس ودي بنسميها النون بوينت سورس. يبقى أنا عندي فيه مصدرين للتلوث، أول حاجة المصادر المحددة originate from municipals and industrial facilities، ودي مصدرها المنشآت البلدية ومصانع والمصانع أو المنشآت الصناعية. bypass and overflow from municipal sewage systems اللي هي عملية الالتفافات اللي بتتم في شبكات الصرف الصحي، كذلك الفيضانات اللي بتحصل من أنظمة الصرف الصحي. oil tanker spills and overshore oil will flow out، بنقول اللي هو انسكاب ناقلات النفط وبعض الانفجارات في الأبار البحرية بتاعت النفط، ده ممكن بيؤدي إلى تلوث مياه المحيط. التلوث غير محدد pollutions comes from material washed down storm drains، وده بيأتي من بعض غسل بعض المواد في المصارف اللي موجودة، وبالتالي بيكون ده مصادر تلوث المحيطات اللي هما المصدرين، المصادر المحددة والمصادر غير محددة.